أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مراسم افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة. السيد رئيس الجمهورية، اللقاء الذي يبحث على مدار يومين محاور ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية والإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية. مراسم الافتتاح جرت بحضور رئيس مجلس الأمة صالح كوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج والفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف ومستشاري رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية إبراهيم مراد وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية.